كلام ارتقاء، تاخدك من الارض للسماء. حماتك دي بتفكرني بسلفتي، قادره ومفتريه. اياكي اياكي تسيبي لها سيف العايب. انا محتاره يا ارتقاء، مش عارفه اعمل ايه. تسمعي كلامي يا حبيبتي، حماتك دي وليا معوجه، عامله زي علامه الاستفهام كده. وعلى ايه يا حسره على الراجل بتاعها؟ هاشتاج خونه. ايوه يا ارتقاء، بس انا بحب جوزي وعايزه افضل معاه. يا لهوي، بتحبيه بعد كل اللي حكيتيه؟ يا حبيبتي ده اللي بان الدكر ارجل منه. هاشتاج كوني دكرك. هبعت لك حد ينشفك يا مدام احسن تكمكمي. يا ماريو نشف الاستاذه. احنا عنين الفتله متهانه افندم. الفتله متهانه؟ مين فتله ايه اللي متهانه؟ مين بيهين شعر حضرتك؟ بعد اذنك مالكش دعوه بشعر يا فندم. فتله شعر حضرتك لازم يوميا تتعرض للشموسه ما لا يقل عن نص ساعه. حضرتك عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل بصيله شعر رئه؟ ممكن تشتغل وانت اسمحوا للشعرية تتنفس. ممكن تشتغل وانت سايق. هو انا لما بقول لحضرتك معلومه ليه بتاخدي بليه بتتضايقي؟ بس انت مش طبيعي. انا ادي لحضرتك كريم امور قوي، حضرتك تحطيه على شعرك تلاقي الشعر ده ليس حرير. ليس حرير؟ وبعد إذن حضرتك ما تقعديش تجادلي معايا، لأن حضرتك تكلمي مصف شعر عالمي. يا زلمة عالمي على نفسك. بقولها لكل زبائن، اسمحوا للشعرية تتنفس. مالكش دعوة بشعرك. اسمحوا للشعرية تتنفس. خليك أنت في شعرك. كل الطروف في الشلوح. أهو أنت الطروف كلها في الشلوح. اتفضل. جرى إيه؟ جرى إيه يا يزن؟ جرى إيه؟ أنا جرى إيه؟ ما تركز كويس، هو أنت ما نمتش إمبارح ولا إيه؟ يعني دي غلطتي؟ مش مقتنع إن أطرافها مقصفة. وانا بخلص ذمتي قدام ربنا، فليعلم الجميع ان الظروف في الشلوح. خلاص خلاص، انت ايه ماشي حالك؟ وبعدين بقى انا مش ناقصه اطفش لي الزباين، ده انا ما صدقت. بقول لك ايه، والله العظيم اي غلطه تانية انا هطردك بره المحل، فاهم؟ ويهون عليكي. يهون عليكي ابن حبيب القلب. يا فكرتني. طيب خلاص اشتغل، بس تشتغل عادي، لو ما اشتغلتش الباب مفتوح بره. لا بره ايه، هشتغل. الطروف في الشلوح، هفضل اقولها لحد ما اموت. بعد اذنك مالكش دعوه بشعر. احلى كوبايه شاي لاحلى جلو في الدنيا. يا زن يا حلوف، اشطر صنايع خصله صفرا في الدنيا. يا زن يا حلوف امشي. لصابه متعصى جيلي ده مش بني ادم. يلا. ايه يا مدام نجوى الخلاوه دي؟ بدخل علينا السوايا عشان السكر بتاع انا يعلى. ان شاء الله يخليك لينا يا خواجه يا رب، كلك ذوق والله. قولي بقى انا حسابي كام النهارده؟ انا مش امسكته منك فلوس النهارده. لا معلش خليها علينا المره دي. طب حبيبي طالما انت مصمم مصمم، انا امسكته 1750 جنيه. ماشي اتفضل. لو برونتس كلياتو برانكلينو تراترو سيترين من يوم كاستر تراترو بروتو 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 بركلات. هو بيقول ايه ده؟ بيقول لحضرتك خلي افضحنا. اتفضل يا خواجه افضحنا. براخ على الارض يا ست الكل، عشان الارض دي مش بتاعنا انا. بتلم نفسك، لم نفسك يا احسان بدل ما هزقك. حبيبتي نعمل كده عشان خاطر الشغل وعشان خاطر كل ايه تحسن لسانك عليا، بساعد لسانك. حبيب قلبي انا اقدر ابص لحد غيرك يا ام عيون دبالي؟ انت دايما كده بتجنني بكلامك الحلو ده. طيب خلاص مسامحك المره دي، بس اوعى تعملها تاني. هجيلك تاني نكمل كلام. مستنيك يا عسل يا حبيب قلبي اللي مسامح دايما. انا خيبك كتير ولا عايزه الجوازه دي تتم، تبعدي عن ثلاث حاجات: خربت البيوت والغياره والفلات. يا ساتر منهم هاشتاج حربوقه. انت عمرك حبيتي قبل كده يا ارتقاء؟ يا خرابي يا مدام عبير فكرتيني اللي حبيت ده. انا حبيت حته الدين بنت ما اقولكيش. بنت انت... بنت ازاي يعني؟ قصدي بنت من بنات افكاري. قصدي حبيت شاب، كنت كل ما اشوف يا مدام عبير جسمي ده ينمل كده وادوب ادوب. فكرتيني بالذي مضى الله يسامحك. بس انا كنت عايزه اطلب منك طلب يا مدام بيرو. قولي. معلش انا تليفوني منفض على الاخر، محتاجه مكالمه 3 دقايق. اكيد يا ارتقاء، اتفضلي يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ شفوتها لك، ليكي جلسه واكس هديه. قومي عشان تنشفي. يا احمد نشف لها. رقمك في قلبي يا قلبي. الو الو الان يا سيدي. اهلا وسهلا، مين معاكي؟ ارتقاء من الكوافير.
اللقاء مين وبتاعت كوافير ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انت مين؟ حضرتك يا ريت تركزي معايا يا فندم. ها يا ريت تركزي، انا ارتقاء الكوافيره، بكلمك بخصوص القصه. القصه ليلو. ليلو هو انت تبع؟ ايوه انا تبعهم. وحضرتك كسبتي معانا صبغه هديه، يا ريت تيجي بسرعه عشان تسلميها. انا هبعت لك العنوان حالا. ماشي، باي 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 باي.